مشاهدتنا مشاهدي الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم نحييكم ونجدد الترحاب بكم ضمن هذا اللقاء في هذه الأمسية من اليوم من طبيعة الحال الخميس 12 دجنبر 2019. نرحب بكل المشاهدات والمشاهدين في المكان وفيما توجدوا. نرحب أيضا باعتبار أن برنامجنا هو برنامج المستهلك، نرحب بكل الناس المستهلكين في المكان وفي ما توجدوا، وأيضا نرحب بكل المنتجين بكل أشكال هم وبكل أطيافهم. برنامجكم مع المستهلك غايته دائما هو مسايرة هذا التوجه اللي كاين دائما في بلاد ديالنا نحو اقتصاد السوق، على اعتبار أن الأغلبية الآن ولا كل شيء كيعول على السوق سواء في البادية سواء في المدينة. فبالتالي يعني اليوم ولينا كان أمام واحد ثقافة استهلاكية كتبغي منا واحد نوع من الحصانة قدام داكشي اللي كنستهلكو. اذا بالتالي فاليوم مشاهدتنا مشاهدينا الكرام، حنا كنحاولوا من خلال هذا البرنامج نحاولوا ما امكن اننا ندفعوا بهذه الثقافه في نفس الوقت، يعني ان نزيدوا نزكيوها اكثر ونزيدوا نتمنوها اكثر، على اعتبار خلق واحد النوع من النقاش اللي يكون كيرتبط اشنو كنستهلك وعلاش كنستهلك وكيفاش خاصني نستهلك وبشحال كنستهلك، لان هذه غايتنا طبيعة الحال من خلال هذا البرنامج. إذن اليوم مشاهدتنا مشاهدينا الكرام اخترنا أننا كما عودناكم نبدأ دائما حلقتنا بالجانب ديال القفة وشنو وقع فيها، يعني نهضروا شوية على الخضرة شوية على الديسير، نهضروا شوية على اللحوم الحمراء، نهضروا على اللحوم البيضاء، نهضروا على الأسماك، نهضروا على مجموعة من الأمور دائما في أخبار القفة. وفي نفس الوقت يعني احنا كنعرفوا تبارك الله بأن مدينة أكادير يعني احتضنت على مدى يومين أيضا الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي اللي أرغان. هالدورة بطبيعة الحال اللي كانت يعني مزوجة أيضا بمعرض دولي لأرغان. بغون نقفوا من خلال حلقة اليوم يعني على هاد الشجرة ديال أرغان وعلى هاد النبتة ديال أرغان اللي كانت واحد الوقت يعني كتعتبر من المكونات الأساسية ديال المائدة السوسية، خصوصا المائدة بطبيعة الحال الأمازيغية عموما، وفي نفس الوقت أيضا حتى على المستوى الوطني قبل ما تتحول لواحد المادة اللي هي كثار عليها الطلب ومادة منتجة، مادة مشغلة ومادة جالبة للعملة الصعبة. وأكثر من هذا وذاك فهي يعني مادة عندها أبعاد ثقافية وتمثلات ثقافية. إذا من خلال الحلقة ديال اليوم أيضا نبغوا نهضروا شوية على الأرغان، نهضروا على النبتة ديالو، نهضروا على الشجرة ديالو، نهضروا أيضا على الخصائص ديالو، مجموعة من الأمور. وفي نفس الوقت نبغوا نختموا برنامجنا اليوم يعني نهضروا شوية حتى على الجانب ديال الاستهلاك يعني الفرجوي أو الاستهلاك السينمائي، على اعتبار أن مدينة أكادير أيضا احتضنت يعني قبل أيام يعني مهرجان السينما والهجرة. نهضروا شوية على هذا النوع من الاستهلاك، على اعتبار أن عندنا واحد مجموعة من القاعات للأسف قاعات منهم كتحل فقط فاش كيكون هاد المهرجانات، قاعات ما كنعرفوش كاع علاش ما كاين الاسم ولكن ما كاينش على المستوى ديال الواقع. ولكن نبغوا نهضروا ايضا حتى على الجانب الاستهلاك الفرجوي داخل السينما، واش عندنا اليوم السينما صراحه كتعكس الصوره وكتهضر وكتعكس ايضا التموقع المحلي لجهه سوس ماسه، باعتبار ان البرنامج من طبيعه الحال كنحاول ما امكن ان نتكلموا فيه في هذا السياق. اذا اولا وقبل كل شيء اهلا وسهلا بصديقي وزميلي سي محمد الكيماوي. بزاف الناس كيقول لي الضيف ديالك هو ماشي ضيف، هو مول الدار، وهو ايضا من الناس يعني اللي يعني يعد ويعني ينشط ويعني بزاف الامور على المستوى ديال البرنامج مع المستهلك. سي محمد الكيماوي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ سعيد، شكرا جزيلا لك على الخطره، نوعتي شويه المواضيع، مشيتي المواضيع شويه حساسه، عندك أرغان ومسيتي الأرغان ومسيتي السينما، هذه موضوع مهم جدا. والقفة القفة القفة واقفين فيها العصا، واقفين فيها العصا، كلنا صافي مولفينا. تفضل سي سعيد. مزيان، مرحبا ايضا بكل المشاهدات والمشاهدين في المكان وفي من وين تواجدوا. دائما حنا راهن اشارتكم رقمنا الهاتفي دائما كتلقاوه يعني في اسفل الشاشه، ممكن انكم تفاعلوا فيها معاه وممكن انكم تواصلوا معنا عليه. اهلا وسهلا ايضا بتعليقاتكم على ريمال تي في اوفيسيل، واهلا وسهلا ايضا بكل المتتبعات والمتتبعين اللي كيتابعونا دائما على اليوتيوب. اذا ماكرهناش نسمعكم، ماكرهناش نسمعوا يعني ونشوفوا تعليقاتكم بخصوص هذه المواضيع اللي كنتكلموا عليها دائما واللي غايتنا منها كما قلنا هو اننا نسايروا هذا الطفره وهذا التوجه المرتبط بالجانب ديال الاستهلاك. اذا سمح لي الكيماوي نبداو بالقفه. انا لي اليقين بان يعني ترت فيك الفضول يعني منذ الاسبوع الماضي، وعرفت بان ما قاش سمح لي الكيماوي كيمشي كيتقضى غير مره في السيمانه ولا يوميا كيدوز، يعني كيجي من سوق الحد كيدور على الناس ديال سوق الحد، كيمشي السوق ديال المسيره النموذجي كيدور على الناس ديال السوق ديال المسيره النموذجي، كيجي عندنا باش يقول لنا الاثمنه كي داير السوق. سمح لي الكيماوي، شخبار القفه؟ اخبار القفه زعما لا زالت دار لقمان على حالها،
ما تبدل والو مازال والو ما تقص والو السيمانه الفايته تقولنيات قليل جدا استاذ سعيد. ما زالت القفه طالعه انت ماشي في مستوى ديال المواطن العادي. مثلا في الاثمنه غير يوم الثلاثاء والبارح خديت جوله خديت واحد المجموعه ديال الاثمنه ديال مجموعه الخضار. تنعطيك مثلا الجلبانه لقيتها ب 15 درهم في السوق ديال اكادير 15 درهم الكيلو. البطاطا الحلوه 10 درهم البطاطا العاديه 6 درهم البصله مكوره 5 درهم الخضاريه البصل الخضاري اللي كيقولها الحريف 4 ديال الدراهم طماطم 5 ديال الدرهم الكورجيت 10 ديال الدرهم خيزو 5 ديال الدرهم. هذا بالنسبه على مستوى الخضار. على مستوى الفواكه لقيتوا اللي لقيتوا الكاكي مثلا 13 درهم اللي ولا كيتسالك مؤخرا نظرا للفوائد ديالو والبرقوق ب 18 درهم والبنان ب 10 درهم والتفاح تفاح ما بين 10 حتى 18 درهم. هذه اثمنه دابا جمعنا غير مواطن دابا نورمالمون مشيت انا مشيت المسائل هي اساسيه اللي هي اساسيه في حياه المواطن. نعم بحال البصله والخضره والكورجي كي كياكل المواطن. نعم. هذا الشيء ما نهضروش على كنقول الاساسيات هذا الشيء ما نهضروش على اللحم والدجاج. هذا المواطن اللي مسكين ما عندوش ما بحالوش بيحقق واحد التوازن غذائي على الاقل في اطار الفيتامينات ويجمع واحد المجموعه ديال الخضر هادو وشويه من هذا الديسير هذا نقول الخضر. اذا حسبنا الثمن ديال الخضر اذا خدا غير نص كيلو هو غير في العاده سي محمد الكيماوي كانت الخضره هي الرخيصه نعم. يعني اقل ما يمكن اننا نهضروا عليه هو الخضره يعني نعم. كنا كنمشيو دائما للديسير الا ستينا مثلا واحد البرتقال في واحد الوقت من الاوقات اللي كان الثمن ديالو يعني طايح نعم. فباقي الانواع ديال الديسير فهي كانت مطبوعه دائما يعني بواحد الثمن اللي هو الارتفاع. لكن بالمقابل الخضر يعني فاش كتفوت يعني واحد 3 دراهم ونص 4 دراهم واحد المجموعه من الخضر اللي هي كتعتبر من الاساسيات ديال القفه نعم. كنولوا كنهضروا على القفه بان راه الثمن ديالها طالع ومرتفع. لا تماما تماما استاذ سعيد هو شيء غير عادي جدا لان خدينا غير باش يدير مواطن عادي توجينا ديالو بهذا النوع من انواع الخضر فهمتي وشحال كيتخلص المواطن شحال كيتخلص في الساعه وشحال كيتخلص بالنهار كنلقاو بانه المستوى العيش ديالو مستوى الاجره ديالو لا تتكافئ تماما انه باش يمكن يتغدى هو ولادو بطريقه اللي عنده 6 الاولاد ولا عنده 5 الاولاد وما يدير طاجين بمجموعه الخضر يدير فيها غير الجلبانه كدير 15 درهم دنس كيلو دنس كيلو البطاطا دنس كتلقى الطويجينه كطلع عليه تقريبا 40 50 درهم غير الطويجينه بلا الخبز ديالها بلا الخبز ديالها خلى لك مصاريف اخرى ما كنذكروش اللحم ما كنذكروش الدجاج ما كنذكروش الماء الفاتورات الماء الفاتورات الكهرباء وكتلقى باقي السميك في بلادنا هذا هو الاشكال السميك في بلادنا لا يحترم. دابا كاين مؤسسات شركات شركات متنوعه وما كاينش تفتيش عليها نهائيا. انا ما عرفت انا الاجهزه اللي درتها الدوله انا عاسف تقوم بعمليه تفتيش في هذه الشركات واش كتحترم السميك. ناس مشرع دار السميك دار دراسه دار دراسه للسوق اللي كيدايره ودار دراسه للسميك اللي يمكن على الاقل يعطي المواطن ادنى عيش كريم في نفس بلاده. راه يا اخي استاذ سعيد وسمعنا واحد الوقت سي محمد الكيماوي بان يعني شفنا واحد المجموعه من اللقاءات مجموعه من الخطابات اللي دارت يعني بين 20 درهم راه هي كتعيش المغربي وبين واحد الارقام اللي كاينه. لكن 20 درهم في نظرك انت يعني فاش كتسمع وكتشوف يعني مثلا واحد الحاجه يعني واحد المستهلك بسيط جدا يعني في عادته في تقليده واش 20 درهم غتعيشوا في اليوم؟ ما يمكنش. ما يمكنش هذاك الضحك الضحك على الدكون شتي الجزائر دارت داك الشيء دارت ديك القضيه ديك التصريح ديال مولات 20 درهم اللي دارت في التواصل الاجتماعي. المغاربه استاذ سعيد راه فاقوا فاقوا وكما كنقولوا حنا بالدرجه ديالنا فاقوا عاقوا انا عارفين الوضع ديالهم كيتبعوا راه كاين دابا راه كاين وسائل التواصل الاجتماعي كاين القنوات العالميه كاين الانترنت كاين الشبكه العنكبوتيه. واحد الوقت ايه ممكن يضحك عليهم الانسان لان كانت ما كانش هذا التطور ديال التكنولوجي اللي هو كنعيشوا اليوم. دابا راه الضغط على زر المواطن كيعرف الحقيقه كامله. عادي يجي واحد في الحكومه ولا في السلطه ولا في الاداره في المكان ويجي يقول لي اجي راه ممكن تعيش انت ب 10 درهم ولا ب 20 درهم. راه حسبتك دابا غير بغيت يدير غير طويجينه صغيره كطلع عليه ب 40 50 درهم باش يكون ولادو. كنهضروا اليوم يعني حتى بالنسبه للعداس وبالنسبه للوبيا مثلا اللي كان كينوع بهم راه تما الثمن ديالهم راه ارتفع يعني ما بقاش ذاك الثمن البسيط. واحد الوقت كانت 10 درهم كيمشي يجيب بها كيلو ديال العدس ممكن ياكل بها هو ووليداته ويدير فين. اليوم العدس راه ولا بثمن اخر كنقول لك من اخر وقلت لك الحلقه اللي فات كنقولها لجميع المواطنين راه الا ما نطش نطش حكومه ودات مراجعه الاثمنه ديال المواد الغذائيه تبدا من الثمانينات لان بدات الخواض وبدات البساله على المواطنين فهمتيني تكثرت عليهم سوء التربيه لان حتى المسؤولين اللي يسيء معامله المواطنين في تدبير الشان المحلي تسمى سوء التربيه السياسيه والتربيه الاداريه. هنا كنسميها سوء تربيه باش نبداو من الثمانينات الى الان ونشوفوا شحال كدير المواد
شحال كنت كدير داك الوقت اللي كيجيب من برا يعطي الفاتوره، شحال جبتي هاد الماده، بشحال جبتي هاد الماده هادي من الماده الخام من مصدر ديالها، عطينا التكلفه بشحال تعطيك هاد الماده، هل هامش الربح اللي غتبيع به؟ لا هو سمح لي كنا كنهضروا على الاثمنه المرجعيه، للاسف واحد مجموعه من الانواع يعني ديال الان يعني كتعتبر يعني في الجانب الغذائي هي محرره في الاسعار ديالها، لكن فاش كنهضروا يعني على الجانب ديال التحكم على المستوى ديال الثمن مثلا، ممكن ان حتى انك تراقب مثلا العدس راه كيدير هاد الثمن، اللوبيا كدير هاد الثمن، الحمص كيدير هاد الثمن، هناك اثمنه ممكن لانك ترجع ليها وتتكلم عليها والهامش الربح يتحدد. هو ما يحددوش هامش الربح، خلوه مطلوق. جات راه كما قلت عاود كنقولها عاوتاني للمواطنين، كاع الازمات العالميه اللي كانت في الحروب وديال البترول وديال الازمات الماليه والازمات السياديه العالميه، كاع الازمات كتاثر على الاقتصاد، رغم ان كاين بعض الازمات ما اثرتش على الاقتصاد المغربي. كيستغلوا اللوبيات لان ذاك الوقت ما كانش بجهه منافسه وكيزيدوا في الاثمنه. كل خطا راه دابا السقف فاش طلع الزياده طلعت 680%، جا بجهه منافسه قلنا الحمد لله رب العالمين انا بجهه منافسه جا غادي نصفنا. مجيش منافسه حتى في نهار حضرت انا مجيش منافسه عاود الجلسه الثانيه حول المحروقات، عرفتي منين بداو المحروقات الساده المستمعين؟ بداو من 95. نعم. رئيس مجيش منافسه بغى يناقش قضيه تقليص ديال المحروقات، وبغى يشوف قضيه التاثير ديالها على القدره الشرائيه، وبدا من 95 من بيتو من 2005 اللي بغيت نقول لك من 2015 من 2015 انا رجعت بهم خديت مداخله تقريبا ديال 25 ولا 25 دقيقه ما عقلتش شفويه ورجعتهم انا لبدايه الثمانينات على اساس باش يعرفوا بان هذا الثمن باش كيتباع البترول حاليا راه هو غير معقول. واكثر من ذلك لاحظت واحد القضيه كان ديك الساعه الا كنتي عقلتي قبل ما يستدعونا في مجلس المنافسه كان غير البنزين ليسانس كان 11 درهم كان 11.60 ولا شي 11.70 مجرد ما درنا الاجتماع بجهه المنافسه هذاك النهار طاح البترول 9 درهم فاصلة شي حاجه. خاص محمد باش تعرف هناك تلاعب، هناك تلاعب. باش نتكلموا على المساله ديال المحروقات راه ما يمكنش اننا نقفزوا عليها لان نرجعوا لها في حلقات خاصه باش اننا نتكلموا عليها جدا. خصوصا من بعد يعني الاشكاليه ديال لا سمير واليوم الحديث اللي كيدور اليوم على مجموعه من الامور اللي مرتبطه الان يعني بهذه المساله ديال الانعكاس ديال الاثمنه العالميه على الاثمنه المحليه. هذه مسائل اللي غنتكلموا عليها وغادي نهضروا عليها بواحد الشكل وغنهضروا عليها يعني مع مختصين ايضا اللي غادي يحضروا معنا باش انهم يتكلموا يعني من السياق ديالهم والجانب ديالهم. لكن خلينا نبقى معاك في القفه لان تكلمنا عليها اليوم. فاش كنهضروا مثلا على الخضره كنلقاو بان ربما هذا الاسبوع يعني عند الناس ديال الكاكا كنلقاو جوج معطيات، يعني كنلقاو المعطى الاول هو الارتفاع ديال الثمن ديال الطماطم ربما اللي وصل حتى 6 دراهم ب 5 دراهم حتى 6 دراهم، والمختصين كيقولوا بان يعني مطيشه راه هاد الوقيته هادي الوقت بارده وكاين السمر وبالتالي ما كتوجدش وما كطيفش دغيا. كل خطره كيجيب لنا شي حاجه كيقولوا رغم انك كتمشي للعرض كتمشي للجانب الناحي لا كتمشي للجانب ديال العرض كتمشي للبلاصه اللي كيتباع فيها الطماطم كتلقى تبارك الله الخير موجود، يعني داكشي مكبوب يعني بواحد الشكل اللي هو كبير، ولكن بالمقابل كنلقاو بان الجزر يعني الثمن ديالو تراجع يعني بواحد الشكل اللي هو مهم جدا ولا كيمشي تقريبا ما بين درهم و30 درهم و40 يعني في السوق ديال الجمله كنقول حتى ل 3 دراهم، اذا بالتالي حتى على المستوى ديال التسقيط ما خاصوش يتجاوز الثمن ديالو يعني يعني افضل حاله ديالو ما خصوش يتجاوز 4 دراهم. استاذ سعيد حنا في بلد اسلامي. نعم. هامش الربح في الاسلام في الدين الاسلامي راه محدود. فهمتي ما يمكنش انسان يشري واحد كاينه حريه الاسعار ولكن ماشي حريه مطلقه. كيقول المثل العربي حريه مطلقه تساوي مفسده مطلقه. جيتي تبيع كيتحدد هامش الربح. نعم. عندك 40% مثلا ولا عندك 35% ولا 30% ولا خصك تحدد هامش الربح. نعم. ما يمكنش تبيع 200% لان ما عندناش الشعب اللي غيتحمل او كتحرم الشعب من واحد الماده معينه وكتخليها حكر على مجتمع ديال النخبه اللي كنسميها انا. اذا حنا في بلد راه باقي ما وصلناش لذاك المستوى ديال الاوروبيين، الاقتصاد ديالنا باقي ما وصلش. نحاولوا نتفاداو التوصيات ديال صندوق النقد الدولي ونحاولوا نتفاداو نشوفوا نراجعوا نفوسنا حنا نشوفوا الشعب ديالنا شحال كيشد شحال راه الشعب راه كنهضر على 75%. هاد الناس اللي كيخططوا الشعب ديال 25% اللي فيه البرجوازيين دوك الطبقه الوسطى وفيه الارستقراطيين وفيه انا كنهضر على شعب ديال 75 اللي كيشكل 75% الناس ذوي الدخل المحدود والناس اللي تابعينهم اللور والمساكين والفقراء الى اخره. اذا سمح لك واخا نبقاو دائما في هذا النقيط ربما تحدثتي على القفه هضرتي على الخضره ربما كما قلتي الديسير ربما كما قلتي الاثمنه ربما كتمشي ما بين كنذوقوا يعني حتى بالنسبه للمواطن راه حتى النوع ديال الديسير اللي كياخذ ماشي كلشي الناس كياخذوا الديسير. سول غير المواطن بسيط استاذ شو يجي واحد مسكين من الفقراء قول لي اعطيه حصي لك الانواع ديال الديسير راه قليل هضر على 4 يقول تفاح
البنان هادشي غادي يبدا يتكون يقول البنان الليمون كذلك بالنسبه كذلك بالنسبه للسمك بالنسبه للسمك كذلك حنا في بلد ديال السمك بلد بحري جوج بحوره كنشوف بعض خط الحوت بثمن اللي كيشوف به فرنسا وفي بلد عباد الله ديال السمك لو كنهضروا على السردين مثلا كواحد الماده اللي ربما يعني المغاربه كلشي كيجمعوا بانها يعني من بين المواد اللي كتستهلك بشكل كبير اللي هو السردين ديال الطبقه الشعبيه وحتى ديال الطبقه يعني كيتجمع عليه كلشي فالثمن ديالو يعني في اقصى الحالات ديالو في اضعف الحالات ديالو كيبقى دائما في 10 دراهم 10 دراهم يعني 10 دراهم فاش وقف واحد الوقت اللي كانوا الناس كيدوا السردين ب 4 دراهم و 5 دراهم و 6 دراهم واكثر يعني من ذلك عندنا انواع ديال السمك كثيره في بلدنا عندنا انواع كثيره كنتناولوها نعم جيب ولد مواطن عادي انا كنتحداهم الى غير ما يمكنش هو كيعرف هذه الانواع ولكن لا ماشي الانواع انا نهضر غير السردين مثلا السردين الثمن ديالو كيتباع مثلا في الميناء ديال اكادير وفي الموانئ الاخرى يعني في يعني نهضروا على الموانئ ديال الجنوب خصوصا فعنده واحد التعريف وعنده واحد الثمن مرجعي ما كيفوش تقريبا 2 درهم و50 ما بين 2 درهم و50 و3 درهم تقريبا يعني 2 درهم و50 حتى 3 درهم غادي يخرج غيتباع الاستهلاك يضرب التاعيه يتباع ب 6 درهم راه رابح فيه الوسيط ورابح فيه النقل ورابح فيه كذا لكن للاسف كتلقى هذا النوع ديال الاسماك كيتباع ب 10 درهم و11 درهم 12 درهم على واحد كما الاستاذ سعيد مهمه جدا كثير الوسيط هادو اللي خرجوا علينا راه السي استاذ سعيد راه الحكومه خصها ضروري راه كاينه حاله طارئه في بلادنا انهم خصهم يراجعوا السياسه الغذائيه في بلادنا وسياسه الاثمان اللي كاينه وسياسه المحروقات وسياسه لان هذا الشيء لقد طفح الكيل راه المواطنين راه تدمروا كاين واحد التدمر شعبي راه خطير خطير جدا انت تبقاو تبغيو تصبروا نهائيا ما عرفني شنو كاين ضروري يراجعوا هذه الاثمان هادو ويلقاو حلول إذا ما قمنا ما لقاوش الحلول يرجعونا هناك خبراء على المستوى الوطني مغاربه اللي يمكن يعطيهم حلول اقتصاديه اللي يمكن تنمي الاقتصاد ديال بلادنا بلا ما نضروا بالقدرات الشرائيه ديال المواطن اما الا جينا نبداو نديروا بخاطر الصندوق النقد الدولي ونديروا بخاطر الشركات الاوروبيه والشركات الامريكيه راه غادي غتكون عايشه في البلاد واحد النسبه ديال 25% و 75% غتبقى في الدرك الاسفل من الفقر اذا اليوم حنا كنهضروا على كفار ربما الثمن ديالها اقل ما كاين في السوق واقل هذا الشيء ما كنهضروش لا اللحوم حمراء لا دواجن لا حتى شي حاجه ربما غير الخضره غادي ديها ب 75 درهم تقريبا اكزاكتومون تماما جازنا عليها مثلا واحد الطريقه ديال الدجاج اللي الدجاج هو تقريبا كيدير ما بين تقريبا 15 درهم حتى 16 درهم للكيلو 15 درهم غنزيد نقولوا غير بين 15 و 16 كيدور في السوق هذه الايام يعني جازنا عليها واحد الطريقه ديال الدجاج زدنا عليها بطبيعه الحال واحد شويه ديال الديسير فالقفه يعني البسيطه غتمشي ب 120 درهم حتى 130 درهم المواطن ما بقاش كيشري الدجاج دابا المواطن ما بقاش كيشري الدجاج مسكين كيشري قشاو ديال الدجاج ولا كيشري كيقول لهم الدجاج اعطيني 50 درهم كيدو الدجاج لا ما نقولوش لا ما نقدموش لا سمع اغلبيه ما نقدموش لا مساكين وفقراء ما كيشروه بالتقصير يعني ما نقيسوش ما نقيسوش ما نقيسوش عليهم لان باش نقولوا ثاني الناس راه ما كيشروش الدجاج انا كنمشي انا كنقيس الناس غادي المغاربه لا المغاربه هما علاش ما نقيسوش ماشي على 25% اللي كتشري 10 دجاجات كنمشيو عند الناس كنلقاو بان الاغلبيه الان الناس ولاو بالعكس ما بقاوش كيتعاطوا اللحوم الحمراء لان الناس ما بقاش عنده القدره باش يمشي يشري مثلا كيلو ديال اللحم 75 درهم ولا 80 درهم والحمد لله انا بقى ولات كدير الكونسير الحمد لله ولكن الناس الان على الاقل راه كتغطي لان كنشوفوا الحجم ديال الدجاج مثلا من طبيعه الحال اللي كيخرج يوميا واللي كيدخل من طبيعه الحال في المحلات ديال الدجاج فهي واحد النسبه اللي هي كبيره وكبيره جدا اكيد حتى الطريقه ديال الاستهلاك غادي نرجعوا لها في حلقات اخرى اذا القفه ربما هذا حالها ما عندناش الوقت كثير لان كاينه التزامات اخرى سي محمد الكيماوي ندخلوا في الجانب ديال الاركان اركان يعني كيف شفنا وما يعني اركان يعني تبارك الله يعني المدينه ديال اكادير هي احتضنت يعني طيله يومين يعني المؤتمر دولي حول هذه الشجره من طبيعه الحال بحضور مجموعه من الخبراء مشاركه واحد المجموعه من الدول ومن طبيعه الحال اللي اطار واحد المجموعه من الامور بخصوص هذه الشجره ديال الاركان فاحنا يعني الكل يجمع بان هذه الشجره ديال الاركان اليوم تكاد تكون تراث عالمي في البلاد ديالنا برمزيتها التاريخيه برمزيتها ايضا يعني الاقتصاديه وبرمزيتها الاجتماعيه فبالتالي هذه الشجره اللي كانت واحد الوقت من الاوقات يعني ومصدر يعني واحد المجموعه من الامور اليوم كنلقاو بان هذه الشجره يعني تختصرت في واحد السياق اخر ولات يعني التوجه ديالها يعني ولات موبل كما كنقولوا ما بقاش اي واحد غادي يقدر باش انه يستهلك اركان حتى الناس ديال اللي كي اللي كيطحنوا اركان الناس اللي كيطحنوا اركان هو ولا كيفكر انه يعني يبيعها اكثر ما غادي يستهلكها كما ياكلهاش اكزاكتوم فاسك يترد الاركان بغيتي يترد اركان حر نعم خصك تمشي حتى 500 700 درهم لترو كيلو ديال العسل الحر ما كيوصلش داك الثمن اكزاكتومون غير الا بغيتي اركان حر دابا اش كيتباع حنا ما بقيناش كناكلوا اركان ما بقيناش كناكلوا اركان اللي هو حر ديما اركان مغشوش حتى الريحه كتحلو حتى الريحه الاركان ما كيعطيهاش لك ومازال كيطلب لك 150 درهم حتى 200 حتى 250 درهم اما الا بغيتي اركان حر راه ما كيشروش الا صحاب الفلوس
صحاب المعامل ورؤوس الاموال. علاش؟ لانه كيمشيو لعي المكان، كيمشي شي فرخاص اللي كيمشي لعي المكان. هذا الشيء لا ما مشاش جر تعاوني هاد الارقام في منطقه تما، فهمتيني؟ لان غادي نلاحظوا من خلال النقاش ديال الموضوع وتشوف الطريقه باش حتى هو جاو ليه واستولوا عليه، ما بقاوش خلوه الفقراء في الباديه والقرى. دابا كتلقاه هو كيمشي الشيفور ديالو كيجيبو ليه من تما من عين المكان ب 500 درهم ولا 600 درهم نيتو، كيجيب ليه ثلاث البيدوات ولا اربعه البيدوات كيديهم للدار عنده، فهمتيني؟ وكيخلينا حنا ديك الشياطه ديال الارقان اللي كتشوف في السوق، راه ماشي ارقان هذاك، راه ارقان خليط بامور اخرى ليست بارقان البته نهائيا. دابا غنهضرو على الارقان. ارقان كان النبته هذه سبحان الله العظيم كاينه في جوج مناطق في العالم. نعم. كاينه في الجنوب المدينه المغرب، فهمتيني؟ نعم. منذ القدم، وكاينه في المكسيك. نعم. جنوب المكسيك ما كاينش بلاصه اخرى نهائيا، رغم ان بعض الدول حاولت ان يعني تاخذ تماما وتلقاح وتزرع ما نجحتش لها الخطه، ما عطاتهاش يعني داك الشيء اللي كاين اللي عطاتها الشجيره ما عطاتهاش النبته اللوزه، اللوزه ديال الارقام ما عطاتهاش. هذا الخارق سبحان الله تعالى عز وجل من هذا الفضاء ديال هذا البلد، ماشي والمناخ ديال هذا البلد، راه ما كاينش. نعم. حبنا الله بطروات، حبنا الله بطروات كثيره، حبنا الله بالبحر حرمونا من حوتو، حابنا الله بالارض بالفلاحه حرمونا من الديسير ديالها والخضره ديالها، وحابنا الله بالحيوانات رؤوس الحيوانات كثيره طلعوا الثمن ديالها، وحابنا الله بشجره الارقام مشاو لها حتى هي. دابا خطاب سيدنا من شجره الارقام، فين كان الارقام بزاف كتكون في القرى، كتكون تلقاها مثلا في النواحي ديال الدرقا تيكيوين واحد المجموعه ديال المناطق كتلقاها بزاف كاين في الميدان القروي. لا خصوصا غير ما قلتي هذه المساله السي محمد الكيماوي، فتقريبا يعني العدد ديال الساكنه اللي كتعيش على الارقام فتقريبا كتوصل لازيد من 3.5 ديال المليون ديال النسمه، يعني وكلهم تقريبا كيتموقعوا تقريبا في 182 جماعه قرويه من اصل 250 جماعه، اذا 182 جماعه قرويه كلها كتعيش في الاقتصاد ديالها وكت يعني الناس ديالها وكذا، فهم يعني كيعيشوا على الشجره ديال الارقام والاقتصاد ديالهم في الشجره ديال الارقام. هنا مطروح السؤال. نعم. الناس كيمارسوا التجارة ديال الأرقان ولكن يعيشوا، كاين فرق كبير ما بين أنك أن تحيا وتعيش، فهمتيني؟ أن تحيا شيء آخر وأن تعيش شيء آخر. تعيش راه غير بما الخبز غتعيش، ولكن كي تحيا خصك واحد. الناس نعطيك صورة الأرقان، كاين مثلا نعطيك مثال ديال جهة تسمسة. جهة تسمسة كاين 92 تعاونية، وشجرة الأرقان فين كاينة؟ كاينة في القرى، والخطاب ديال صاحب الجلالة منين جا؟ على اساس التعاونيه تنميه العالم القروي في هذا الاطار هذا. علاش؟ لان مسكن داك الشيء عندهم، هذاك الشجره اللي كاين عندهم فقط، كاين اللي عندهم العرعر، كاين اللي عندهم الارقان، كاين اللي عندهم الخطاب الملكي جا عطى واحد النوع ديال التوازن في العيش لهاد الناس اللي كاين في القريه. هذوك المسؤولين اللي كيدبروا الشان الحكومي عوض ما يشجعوا عباد الله، في رغم انه داروا عده مناورات في التنميه البشريه وكذا، ولكن شوفوا اللعبه كيفاش غادي تقلب، فهمتيني؟ عوض يمشيو يشجعوا وينموا دوك الناس ديال القريه ويخلوا ديك الثروه حكر على الناس ديال القرى. اش ولينا كنلقاو رجال اعمال، فهمتي؟ جاو كيديروا التكاركات ديال التعاونيه. ولكن لا سي محمد كيماوي بلاتي ما نكونوش انا كنهضروا بهذا النظره السوداويه. سي مرحبا برجل الاعمال. بلاتي مرحبا اسود. مرحبا والله كريم. مرحبا برجل الاعمال انه يجي ويستثمر فلوس ديالو في واحد المنتوج معين. مرحبا براس مال انه كذا ولا شغال. مرحبا كذا، ولكن هنا فين بقات؟ يعني هو اننا يعني فاش نجي ونجيبوا الراس مال ديالنا يعني ما نحطوش ديك القضيه على اساس اننا كنولوا كنشتغلوا بواحد الشكل بواحد الطريقه ديال الاستغلال. لا، خاصنا نقلبوا كيفاش نخلقوا التنميه. لكن للاسف كاين واحد المجموعه من المشاريع يعني اللي كتستغل المنطقه بدون ما تعطيها اضافه. استاذ سعيد انا هنا كنختلف معك. نعم. هاد رجال الاعمال عطى الله في المغرب، راه عباد الله، راه هادو اللي جابوا التصخبه بين الشحمه ديال الدجاج كنخرجوا منها شي حاجه غير يستولوا عليها، فهمتيني؟ هاد الناس تابعين غير شي بلاصه. ويا اخي هذا راه حكر على الناس ديال القرى. كيجي رجل اعمال مخلي له زينات القنوات البنيه التحتيه، مخلي الباركوات والبطوات والطيارات، وجي عجبان هذاك الكركان ولي بان ليه. ولكن الا كانوا هذوك الناس ما كاينش عندهم الامكانيات باش يستثمروا. هنا فين كنقول لك تلعب الدور. نعم. الدور ديالها هنا فيها. هنا كنتماشوا مع الخطاب الملكي ان طوط الدوله تدخل، راه تدخلوا عطاهم، قال لهم التنميه البشريه كيعطيهم دي كريدي باش يديروا واحد بحال قلتي معمل صغير على اساس باش يجمعوا فيه ديك اللوزه، لان كاين اللونصه كتعطيهم ما يسمى بالرخصه الصحيه. هاد الرخصه الصحيه هي جات في مرسوم ديال 2013 في القانون 2207 ديال الصحه. هذه الاجباريه ديال الرخصه هذه اش كدير؟ كتفرض عليهم نظام التتبع، كتفرض مطابقه المحل الشروط الصحيه والتقسيم ديالو البي في سي. مثلا كاين واحد البلاصه
اللي كتجمع فيها اللوزه ديال اركان، كاينه بلاصه اللي كتطحن فيها اللوزه ديال اركان كما كيديروا في المجازر، فهمتي؟ هذه بلاصه الذبح بوحده وبلاصه الصرخ بوحده الى اخره. وكاين الناس هادو، راه شجره الاركان يا اخي راه قليله، المنتوج ديالها ماشي شي منتوج بحال المنتوج البحري ولا المنتوج الفلاحي، راه داكشي اللي كتعطي شجره الاركان دابا كتلقى. لا ولكن كتلقى شحال من جمعيه، كتلقى مئات الجمعيات حتى كيجمعوا. انا شفتهم. سي محمد الكيماوي، خلينا نرجعوا شويه للورو باش نقولوا قال لك حتى لا كنهضروا على الدوله، نهضروا يعني نعطوا واحد النوع ديال الانصاف. نعم. نعطوا واحد النوع ديال الانصاف. الا رجعنا تقريبا واحد 10 سنوات ولا 12 سنه للوراء، شحال كان كتسوى يعني الثمن ديال 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 الاترو ديال الاركان مثلا؟ تقريبا تقريبا واقعيه. انا ملي كنت صغير كنت كنعقل، ملي كنت صغير كنت بعتو لاركان بديك 25 درهم 30 درهم اللي كان كيدير اللتر. اليوم شحال وصلنا؟ وراه كيوصل حتى 250 درهم، ومازال ماشي اركان حقيقي. 250 درهم كاين الان كاين، ولكن غتبيعو الناس سعيد من غتبيع ذاك الاركان؟ من غتبيعو؟ راه الناس ميساقوا الاخبار بان كيديروا فيه الكوسميتيك، مواد التجميل، المسائل كامله. راه ما بقاوش غير رجال الاعمال ديال البلاد اللي مشاو سيطروا هذوك التعاونيات، كيبداو يشريو عندهم لان عارفين ما عندهمش امكانيات اللي تعطى لهم، وعارفين يجمعوا الارك في ديك اللوزه. كاين عارفوا كاين يعني واحد المؤسسه اللي هي مهمه واللي كتلعب هذا الدور، ومن طبيعه الحال اللي دارت بمهنيه. تقولها بمهنيه؟ لا ما كنقولش خلي بمهنيه اللي كتجمع. كاين واحد التجمع ديال المهنيين، ولكن كاينه وكاله من طبيعه الحال اللي هي من طبيعه الحال خاصه بالتنميه ديال هذه الشجره ديال الاركان. اذا بالتالي في هذه الوكاله شنو الدور ديالها الى من طبيعه الحال ما خدماتش خاصه بالتنميه ديال الجيوب ديال رجال الاعمال؟ سي سعيد، لا خلينا نضرب واقعيه. كاين جمعيه، نعطيك غير مثال، نعطيك غير مثال. من نهار داروا اشاعه، داروا اشاعه على هذه شجره الاركان على برا، وتكتشفت الفوائد ديال الاركان. من تما ولاو ساروا الريوق ديال اصحاب الفلوس، ولاو كيستثمروا في هذا الاركان، وماشي غير المغاربه. نعطيك مثال بان هناك شركه فرنسيه اوليفيا اللي هي احتكرت السوق، من اكبر الشركات اللي كاينين في المغرب اللي كتجمع حب وتبن ديال الاركان، لدرجه حتى التعاونيات تكون عندنا تصور. عندنا في غير سوس ماسه، جهه سوس ماسه عندنا 92 تعاوني عندنا، منها 33 تعاونيه كاينه غير اكادير، عملت كاينه في شد اكادير اذ كنشتو كيتباها. هادو شادين حصه ما يقارب 32 او 33 تعاونيه. شنو عطاو الاضافه؟ يعني كنزيدك باش تشوف الحجم ديال الجشع كيفاش داير. لا ما نقولوش الجشع، بلاتي ما نسحبوش، نقولوا كاينين تعاونيات، واش نجحوا او ما نجحوش هذه مساله اخرى. لا من الجشع جايين بعد ملي شافوا هذا. دابا عندنا 92 تعاونيه، كل تعاونيه شحال فيها من جمعيه؟ كل جمعيه كتبقى مثلا 10 العيادات ولا 20 مره 30 مره، ضرب على 92 شحال كتعطينا؟ هذا الشيء غير بالنسبه للتعاونيات. هادو الناس جاوا يتمعشوا، هادو الناس القريه داروا تعاونيات، داروا جمعيات، وداروا تعاونيات، جمعيات جمعوا، داروا تعاونيات باش يجمعوا. علاش داروا كثرت الجمعيات والتعاونيات؟ حيت شجره الاركان قليله اصلا، ان كل جمعيه فيها 10 دعيرات و 20 مره كتجمع، ولا جمعات هادي مع هادي مع هادي كيحاولوا يجمعوا واحد 500 كيلو كيمشوا بمجموعه ذات النفع الاقتصادي. تماما، كيكون ذات نفع اقتصاديه، كتكثر واحد الحصه ملي كيجي ذاك اللي كيبغي يشري، اللي كيبغي يسوق ذاك الشيء لبرا، كيشري اطنان، كيشري عند التعاونيه، ويشري عند هادي، ويشري عند هادي. لا علاش حنا نساعدوا هذوك التعاونيات ونخصوا لهم؟ لا ولكن الا قدوا انهم مشوا قلبوا على رؤوسهم ويسوقوا على برا، وما بغاوش هما ذاك الصداع الراس. اش يسوقوا؟ لا تسوق. على كاين شي واحد كيقول لك الشيخ الحكومه خصها تساعدو باش يسوقوا بحالهم بحال الاخرين. هذوك قدوا يسوقوا عندهم رؤوس اموال. حنا الخطاب ديال صاحب الجلاله مشى قال لك التنميه ديال العالم القروي. نعم. ما قالكش وقت يبدي يجمعوا ذاك اللي كيقولوا بالشحافيات، ويجمعوا ذاك اللوزه ديال ودي يجمع رجل الاعمال اللي كيجي بارد كيشري عنده باقل ثمن وكيخرج منها اثمان هي كثيره. يا اخي خص هاد الناس هادو يديروا لهم معامل، الحكومه خص تديروا معامل تما تبنيها، تعطيو امكانيات. راه مخطوبه ما يحتاجش حاجه كثيره، غادي يعزلوا الاركان، يعزلوا الكوسميتيك هذا ديال الجلد ديال الشعر هذا. ديك الساعه غادي يكون عندنا واحد عالم قروي اللي هو نامي جدا. هما لا كيجيو كيجمعوا حب وتبن، كيمشيو كيرجعوا كيخدموا دوك المسائل ديالو وكيسوقوها. اذا ملي كتشوف هذه القضيه هذه، زيد على 22 شركه، هذه الجمعيه 92 تعاونيه بالجمعيات القرويه، خذوها دو كوتي ابار. انا دابا نشوف شحال من شركه كاينه، كاينه ما يقارب 22 شركه صغرى. 22 شركه، ملي كنقول لك شركه راه ماشي تعاونيه، هذه عرفت الشركات راه ما يرحموكش.
نعم هما بحال قلتيش قروش لي روكان ديال 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 22 شركه. ماش شكون اللي دار هاد الشركات؟ شكون اللي داروهم؟ الناس يعني الناس المحليين لا عايشين على ظهر هاد القرويين، عايشين على ظهر العالم القروي. خلينا نقابل عشان نجف التعليقات. السي ايت الحسين كيقول شجره اركان شجره مباركه طبيعيه من نعم الله على المنطقه، كيف يمكن المحافظه عليها من رعي وانتاج الفحم الخشبي؟ تارودان توقفت احتجاجية ضد إنتاج الفحم الذي يخلق ساكنة القردان في الوقت الذي نجد ساكنة مناطق تدافع على هذه الشجرة باستماتة وتورثها أب وتورثت ربما أبا عن جد بوثائق محررة عرفيا، لكن أحيانا نجد المياه والغابات تقوم بتحفيظ هذه المناطق رغم تواجد الساكنة. بجمعة رسمك أبو حميد كقول قطنيات أتمال ليست في مستوى الفقراء. طبيعي الحال اش كنا كنهضروا من طبيعي الحال على اللوبيا وكنهضروا على الجلبانه وكنهضروا من طبيعي الحال على العدس الى غير ذلك. بجمعة رسمك ايضا كيقول اركان يسميه الاهالي ببوتاقورت. سي بوكنفر احمد معنا تحيه ليه. سي الذهبي كان ايضا كيشوف معنا. سي بجمعة رسمك ابو حميد ايضا كيقول وهناك نوع اخر من شجره اركان بلبنان، اكيد بانك قلنا بان كاين اشجار ديال لبنان كاينه في واحد المجموعه من المناطق لكن ما نجحش كما نجح في البلاد ديالنا. بوكنفر احمد دائما كيقول سلام سي سعيد، باقي اركان عندنا في البلاد ايدا وتنان، عندنا التعاونيه ديال تبمات ازيار اكيد اننا سمعنا على هذا التعاونيه. اذا كاين الناس يعني الاهتمام بالشجره ديال اركان السي محمد الكيماوي فهو كاين اهتمام اليوم حتى ديك السكينه يعني المحليه ما بقاش ديك السكينه البسيطه اللي كتشوف اركان فقط واحد سير جمع واحد شويه ديال الزنين جيبوا السوق بيعوا، والناس كيفكروا ولاو كينخرطوا في تعاونيات ولاو ايضا عارفين بان يعني هذا النوع ديال العمل راه خاصو فعلا يتمل. لكن السؤال كيبقى كيطرح اليوم واش هاد التعاونيات قايمه بالدور ديالها؟ لان اليوم باش حتى اننا يعني نصونوا هاد الموروث هذا ونصونوا هاد الجانب الاقتصادي اللي كاين في اركان، فالمخاطب اليوم اللي كاين على واحد المجموعه من المناسق هي التعاونيات. التعاونيات استاذ سعيد هنا في ديال اركان مساكن يقاومون من اجل الحفاظ على البقاء. لا ما فهمتيني فاش كتولي كتقول لي بلاتي سي محمد الكيماوي فاش كتولي كتقول لي بان الان يعني الاركان ولا كيوصل تقريبا واحد 350 واحد 250 واحد الثمن اللي هو طالع وربما كيوصل 500 درهم 700 درهم يا ربيتي، فما بقاتش هاد التعاونيه بسيطه وهاد التعاونيه راه هي عاديه. الندره ديالو هذوك الناس دوك اللي كيشريو هما اللي كيعاودوا ينتجوا وكيعاودوا فيه البيع، لان كيبيعوا بداك الثمن ماشي لنا حتى ما كتشريه مواطن عادي. لا انا غير مواطن عادي ما كيشريش. انا دابا كنمشي انا كنمشي نمشي اليوم باش كنقولوا كنهضروا على معرض مثلا كمعرض ديال اكادير، وشفنا واحد المجموعه من المعارض اللي كدار على المستوى الوطني ما كنلقاوش الشركات اللي كتعرض، كنلقاو التعاونيات هي اللي كتعرض. اذا بالتالي التعاونيه راه على الاقل كيتوفر لها واحد الفضاء فاش تعرض، كيتوفر لها واحد الفضاء فاش تسوق، لكن هي واش عندها القدره باش تسوق او ما عندهاش هذا السؤال اخر. هذه هي القدره اللي خصنا نوفروا لهم، خص الحكومه توفر لهم القدره. نهار توفر القدره لهاد التعاونيات ديال اركان فهمتي في القرى ماشي غير اركان واخا باش غنقول بصفه عامه باش غنوفروا هذا ما يدعم به العالم القروي. الا وفرت الحكومه الاليه ديال التسويق ديالو سواء الزيتون سواء الاركان سواء العرعار سواء اللوز، لا العالم القروي راه غني 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 بثروات طبيعيه في ناحيه مهمه جدا، ولكن يستفيد منها اصحاب رؤوس الاموال. الا ساعدنا هاد الناس في العالم القروي وفرنا لهم اليه ديال التسويق عن طريق التدخل ديال 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 الحكومه والميزانيه ديال 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 المال العام، فالطريقه هذه راه كتكون ربح الاقتصاد ديال المغرب وغتكون ربح للشعب وغتكون حتى المجتمع ديالنا غادي يتنمى. ما يبقاش دابا قبيله كهضرنا على هذوك الجمعيات بحال كتشوف انت كتلقى الجمعيات كتلقى جمعيه مسكينه مره كتقول لك الحمد لله ايه وليت دابا كنشد كتوقف رئيسها التعاونيه كتقول لك هي معنا العيادات هي اصلا مقاوله، وكتقول لك لا فعلا حتى هي تستقل مراك ولاك المراه ديال الباديه ولا راجلها كاع كيقول لها دابا ولا كاع ملي كيمنعها ما كيمنعهاش ولا كيقول لها سيري خدمي وديري وفعلي، ولا المراه دابا كتقدا في السوق حتى هي كتجيب ما تاكل كتجيب واش ما خصها ما تاكل؟ المراه خصها لا هو بغينا بغينا سي محمد كيما بغينا ولا كرهنا. فاليوم الشجره ديال اركان خلقات يعني استطاعت على الاقل في واحد المجموعه من المناطق ان تعطي واحد شويه الاستقلاليه الماليه للسيد مثلا النساء ديال البوادي، واحد المجموعه من البوادي اليوم ولات كتعتمد يعني على الاركان. دخل بسيط، ولكن راه هذاك الدخل عنده قيمته في هذيك المنطقه يعني اللي كاينه فيها هي مثلا، لان كتولي مثلا كتخدم في الدار ديالها كتوجد في البيت ديالها كتعطي واحد المجهود ديالها. واحد الدخل هذا بالنسبه للعالم القروي اللي محروم من المستوصفات محروم من المدارس محروم من النقل، الا بغى شي حاجه خصو يجي حتى المدينه بالله عليك
كيفاش غادي بداك الدخل اللي كيدير الاركان اللي كيشيط لهم واش يمكن يتكافوا مع هذه المسائل هادو حتى الا جاب داك الاركان ديالو كاين دابا اللي ما عندوش امكانيات باش يدير دفتر التحملات ديالو ويدير واحد المكان باش يبيع الراس ويقد الراس ما عندوش خصو يهبط للمدينه وكيهز داك اللوزات اسمه وكيبدا يضرب كيلومترات 40 50 كيلومتر باش يوصل البلاصه باش يبيعو وملي كيوصل التكلفه ديالو اش باش غتقام عليه اش غادي يربح راه الثمن قلت لك خص هذا القطاع تكون قطاعات عرفتي كاين حكر وخاصه كيما تشوفوا نشوفوا هاد الناس هادو اللي شاركوا في المؤتمر باش شنو باش وصاو فمن طبيعه الحال يعني هاد المختصين واللي تجمعوا من طبيعه الحال مدار يومين هنا في اكادير فهما يعني كانوا عطوا واحد المجموعه من التوصيات من بينها من طبيعه الحال المطالبه بتطوير منهجيه جديده ومشتركه لتحليل ودراسه عناصر راس المال الطبيعي لمجال الاركان ومواصله دعم الابحاث العلميه خاصة المتعلقة بالبيتكنولوجيا والانتقاء الجيني لتعزيز وتقوية هذا المجال. أيضا طلبوا باش أن تكون هناك يعني مواكبة البحث العلمي للمقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة من أجل تحليل سلوك المستهلكين والولوج إلى الأسواق مشددين على ضرورة تمويل مشاريع البحث العلمي من أجل الرفع من عدد المنشورات والمقالات العلمية المتعلقة بالمحيط الحيوي. يعني كاين اهتمام واحد جملة واحدة بالمغرب بعجالة كلمة واحدة بالمغرب تطوير هذا الشيء بالمغرب راه حنا كنهضروا على المغرب ماشي على بلاصه اخرى داك الشيء كيتطور على برا التكنولوجيا كتجي على برا وكدير وكالات هنا كدير مكاتب هنا كما درت الشركه الفرنسيه فهمتيني كتطبق كتشي اليوم حنا كنهضروا بان البلاد ديالنا يعني مشات كتوجه في هذا السياق من اجل الاهتمام بهذا الشجره اكيد ان ما يمكن لنا الا اننا نتمنوا مثل هذه المؤتمرات وايضا مثل هذه المناظرات اللي من قيمتها ان تعطي اضافه للشجره ديال الاركان كان بودنا ايضا سكر القرى سي محمد الكيماوي كان بودنا ايضا ان نهضروا على الجانب ديال كما قلنا الاستهلاك الفني اكيد اننا غنخصوا له حلقه يعني الله. في القادم من يعني من الايام اللحظه مشاهدتنا مشاهدينا مقينا الا نشكركم على حسن الاصغاء والتتبع والمشاهده شكرا لزميلي سي محمد الكيماوي شكرا لزميلنا عبد الكريم ميران كان في إخراج حلقة اليوم إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة دمتم في رعاية الله.